السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سمري. هالنهار إن شاء الله بعد غياب طويل، اسمحوا لي شي ليام ما تغيبت عليكم، ولكن إن شاء الله غادي نبقى ندير فيديوهات مرة أخرى إن شاء الله. غادي نقدم لكم واحد يعني واحد الدواء كما كتشوف في العنوان، اللي هو ضروري، يعني هذا دواء مجرب، يعني ضروري في تربية الأرانب. يعني خاص أي مربي يكون عنده هذا الدواء. هاد الدواء هي عبارة عن شنو كيدير، كي يفتح الشهية الأرانب، كيزيد لهم في عملية ديال التحويل. يعني ممكن أنكم تعطيهم غير يعني السيكاليم، ولا وتقولوا غادي يكون واحد المستوى ديال التحويل مزيان. لا، كاين هاد الدواء هذا، يعني راه مجرب، راني جربته. يعني أي حاجة أنا كنجربها كنحاول يعني نفيدكم بها. هاد الدواء غادي نقول لكم السميه ديالو، كيفيه الاستعمال، كونوا متاكدين انكم ما غاديش تسقوا تخلوا عليه. لان اش كيدير، كيخلي الارانب ياكلوا مزيان، كيوليو بصحه جيده، كيوليو حيويه اكثر. يعني غادي تستغناو على داك الفيتامينات اللي مولفين كتعطيهم، او اللي ما كيعطيش كاع اي حاجه وخايف من الثمن، كيقول بزاف عليا الثمن. انا غادي نوريكم ان شاء الله هاد الدواء هذا، اللي هو يعني في الحقيقه انا ما بغيش نخبي على المشاهدين، انا اي حاجه كان يعني كنشوفها صالحه وساحت لها في الخدمه كنحاول اني نشاركها معكم. الدواء يعني غادي تستعملوه لواحد المده طويله، لان لاحظوا شحال، شوفوا الكف ديالي، شوفوا يعني الحجم ديالو شحال، راه 500 مليلتر، يعني راه نص سيترو ب 70 درهم. زعما واحد الدواء، اش غادي نقول لكم، شي حاجه اللي روعه، رائع. الاسم ديالو هو هذا، هيباڤكس، يعني 200، هذه الرقم ديالو. كما كتشوفوا سوليسيون اورال، يعني هذا سائل، هو عباره عن سائل كيتخلط مع الماء وكتكبوه لهم في الماء. يعني الارشادات وهذه راه مكتوبه يعني بالفرنسيه، ولكن حنايا يعني عموما ان هذا الدواء اش كيدير، كيغسل المعده ديال الارانب، يعني كيولي الارنب يعني صحيح مزيان، يعني كتحس به يعني مريقل، يعني قادر انه ياكل اكثر، كتحس بانه ديما حيوي، كي النشاط، يعني كتحس به كيتحرك بواحد الحيويه. كما كتشوفوا معايا تبارك الله، انتم راني عندي واحد الخلفه، جوج خلفات ولا ثلاثه، تبارك الله راهم وصلوا دابا، انتما يعني راهم حيويه، يعني حيويين بواحد الطريقه. نوريكم عاوتاني شحال هذه، ما موريتكم هذا القفص شحال فيه ديال الارانب عندي. انتما تبارك الله راه مازال المزيد عندي هنايا، شي شانشيلا كحله، وهذا خرج لي هذه السلاله، هذه تبارك الله يعني كاليفورني، وهو قهوي. انتما اش غادي نقول لكم، هاد الدواء هذا راني ارتحت فيه بزاف. انتم عقلوا على السميه ديالو، كتبوها دونوها. الثمن ديالو وهو 70 درهم، كانوا كيبيعوه ب 60 درهم، ونظرا يعني الكورونا والمشاكل ديال الارساليات، ولاو يوصلوه للبلاد ديالنا، المنطقه الشرقيه، ولاو يوصلوه ب 70 درهم. ولكن راه لاحظوا ان فيه واحد الكميه كبيره، يعني هما دايرين غتبقاو تعطيو لهم لمده خمس ايام. شحال كتعطيو؟ كتعطيو جوج سنتيمتر، يعني بهاد المحقنه، تخيلوا كتعطيو هنا جوج سنتيمتر، هاد جوج سنتيمتر كتكبوها لهم في يطرو ديال الماء، يعني يطرو ديال الماء هو هذا، يطرو ديال الماء كتخلطوه، يعني كتعمروا هذه القرعه ديال الماء، وتكبوا لهم هنايا جوج سنتيمتر، كتجروا بالمحقنه جوج سنتيمتر، او ب يعني بالقياس ديالها راه هو معلقه صغيره. تخيلوا ان معلقه صغيره لمده خمس ايام شحال غادي يضرب لكم هذا نص سيترو، راه نص سيترو، لاحظوا معايا هنايا 500 مليلتر، راه شي حاجه روعه. انا كنقول لكم راه شي حاجه تبارك الله، صنع به وصافي. كاين قضيه ديال واش كيخدم غير الارانب، لا، كيخدم لجميع الحيوانات. ها انتم لاحظوا معايا هنايا، ها هو هنايا راسمين العود، راسمين البقره، راسمين حتى الحلوف، يعني واخا راه حرام، يعني حنا راسمينو هنايا،
حرام على اللحم ديالو، والدواجن كذلك الدواجن والارانب، يعني جميع الحيوانات ممكن انكم كاع الحاجه اللي كتربى عموما الحوايج اللي كيترباو هاد وهذا غادي 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 ديروا منه معلقه معلقه او جوج سنتيمتر من 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 هاد يعني المحقنه كتجبدوا وكديروا فيه طرو ديال الماء وكتبقى تعطيه لمده 5 ايام. كونوا متاكدين ان الامراض ما كيبقاوش يدوروا بكم ان شاء الله. خلي من من من, من, من يعني الناس اللي كيعطيو غير الحوايج الجافه مثلا السيكاريم بحال هكا، انا كنعطي السيكاريم، ممكن انكم تبقاو تعطيهم. فملي كتعطيهم هاد الدواء، الى واحد الفيديو ديالي سابق راك وريتكم واحد الدواء صغير ب 10 دراهم سميتو هيبارينول، الى راكم تبعون الفيديو ديالي هذاك حتى هو مزيان، وانما راه غير صغير قداك ب 10 دراهم. هذا يعني ملي كتشريو يعني القنينه راك تلقاوها يعني سمحوا لي غادي نفتحها وغادي تشوفوا هذاك هيبارينول اسمو دايرين غير في قنينات ديال الزجاج عادي. هذا لا عنده واحد الغطاء هانتوما كما كتشوفوا، يعني حتى كتفتحوا نتايا عاد باش كتبقى تستعملوا. ولكن يعني المفاجاه ديال هذا النهار وهو ان هذا الدواء هذا كاتبين فيه واحد لاضات يعني نون كونسيغي هانتوما كما كتشوفوا معايا الا كيبان لكم نون كونسيغي. هاي كاين اللي كتكون نون كونسيغي هادي نون ديكري. نون ديكري المعنى ديالها ان ما عندهاش لا دات، ما عندهاش يعني لان فيها بزاف ما دينيش فيها لا دات كاع، ما يمكنش تكمل نتايا هادي. ف الا كان عندكم مجموعه من الارانب غادي دير لهم يطرو ف يعني ف شحال ما غادي يكون من 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 من, 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 من انت 4 نتوات ولا 5 نتوات والصغار ديالهم دير لهم يطرو كافيهم انهم يعني ديروا لهم ماشي مشكل. يعني هذاك اللي يطرو كتبقى تفرقوا لهم على الماء، الماء اللي كتعطيه كتبقى تفرقيهم شويه 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 ولمده 5 ايام. كونوا متاكدين راه كيوليو جد حيويين، والماكله اللي عطيتيها لهم الناس اللي كيبغيو يسمنوا هذا اهل التسمين، راه هذا الا مشيتو تعطيتوه للارانب راه كيوليو ياكلوا بواحد الشراهه. يعني ممكن ان حنا كنقولوا المعدل ديال التحويل اللي غادي يكون انتم بغيتوه في مثلا بواحد الشهر راه يعني كيوليو ما شاء الله. والمفاجاه ان هاد الدواء هذا ممكن يتعطى بعد الفطام ولا قبل الفطام، ويتعطى للامهات وخا يكونوا حوامل، ويتعطى للذكور، ويتعطى في اي يعني اج يعني في اي سن ممكن تعطيهم لهم راه الدواء يعني مخير. الا ما لقيتوش فرماسيانات ممكن تسولوا عليه في عند البيطاري، انا خديتهم عند البيطاري لان فرماسيان هنايا المنطقه الشرقيه ما جابوهناش، ولكن عند البيطاري راه شي حاجه اللي في المستوى وشي حاجه يعني شي حاجه راقيه كتخدموا بشي حاجه يعني شركه معروفه هانتوما السميه ديالو هيبافيكس 200 هانتوما هيبافيكس 200 الثمن ديالو 70 درهم كيفيه الاستعمال وهي انكم تبقاو تجروا جوج سنتيمتر او معلقه وكديروها في طرو ديال الماء هكا يطرو ديال الماء وتعطيوها لهم راه شي حاجه روعه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا في قناه جميله، ولاحظوا ان العدد ديال المشاركين راه طلع بزاف، ويعني الناس كيشكرونا على هذه القناه كنرحب بكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله، الله يعاونكم جميع مربي الارانب. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.